لا يكاد يمر علينا يوم من دون أن نضع أحد أنواع التوابل أو البهارات في أطعمتنا، فقد باتت جزءا متمكنا من الثقافة الإنسانية. ولن أبالغ إذا قلت أنه بسبب التوابل تغير التاريخ الحديث للبشرية كلها، فقد مهد البحث عن التوابل الطريق لظهور الاستعمار والإمبراطوريات العظمى، حيث كانت التوابل السبب وراء وصول كريستوفر كولومبوس إلى أمريكا بطريق الخطأ، عندما كان يبحث عن طريق مختصر للهند مصدر التوابل الأول. هي مضافات بتنضاف للأكل بكميات قليلة بتعطي الأكل مذاق لاذع وحد تقريبا. أنواع كتيرة مثل القرنفل، الزنجبيل، جزر الطيب، القرفة، وأنواع كتيرة. فترة صلاحيتها بفضل استخدامها من 6 أشهر من تاريخ الشراء والفتح الاستخدام. سعرات الحرارية اللي فيها تقريبا كل 100 جرام أي ما يعادل 6 معالق أكل فيها تقريبا 250 سعرة حرارية. لكل نوع من الأطعمة بهارات خاصة تضفي عليها مذاقا مميزا، وتفضل الشعوب العربية البهارات ذات الرائحة الطيبة، أما بلدان شرق آسيا فيفضلون البهارات ذات الرائحة القوية والحارة والأعشاب البحرية لما لها من فوائد طبية عديدة. وفي الغرب يقل استخدامهم للبهارات في طعامهم، وينحصر استخدامها في عدد قليل من الأنواع في بعض الأطعمة، كما تحمل التوابل العديد من الصفات والخصائص المفيدة التي تمتاز بقدرتها وقوتها الصحية والعلاجية. ولطالما استخدمت التوابل لمحاربة الأمراض لتثبت أحياناً أن فعاليتها تضاهي فعالية الأدوية في الشفاء وتحسين صحة الجسم. فوائد على فوائد كثيرة، من أهم فوائدها نحن لأننا كبنات فهي بتساعد على إنقاص الوزن، ترفع درجة حرارة الجسم، هذا الشيء اللي بيزيد من معدلات التمثيل الغذائي، أكيد بهاي الطريقة بيزيد حرق السعرات الحرارية. مؤخرا أثبتت الدراسات كمان أنه تناول الأطعمة اللي بتحتوي على توابل كثيرة بيكون تناولنا لهي الأطعمة بكميات أقل. تحتل التوابل مكانة واسعة في الأطباق العربية لقدرتها على إضفاء نكهة شهية إلى الطعام، ولأن المطبخ العربي معروف بموائده العامرة بمختلف أصناف الأطعمة، اشتهر العرب منذ قديم الزمان باستعمال البهارات في طعامهم، فهي تعطي ألوانا طبيعية ونكهات ذات مذاق مميز.